بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم موجه مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل قطايف بحشوه جديده خالص. احنا عملنا العجينه قبل كده مع بعض وعارفين طريقتها، وكلنا عارفين طريقتها، اكيد سهله. سواء جبتي قطايف من بره جاهزه او عملتيها في البيت، هقول لك على الحشوه الجديده اللي انا عاملها بيها النهارده، وان شاء الله تكون الفكره الجديده دي تعجبكم. ونجدد عن الزبيب بقى والجوز الهند والمكسرات. هنشوف، هو فيديو قصير ان شاء الله وفكره جديده ممكن تعجبك. بس قبل ما نروح نشوف الفكره، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ مباسل. يلا نصلي بسم الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف القطايف بتاعتنا دي النهارده محشيه بايه. يلا بينا. النهارده هعمل لكم قطايف، يعني فكره جديده. ماشي، احنا عندنا القطايف اهي عادي، ممكن تعمليها في البيت او تشتريها جاهزه. عملناها برده مع بعض قبل كده في القناه، العجينه بتاعتها ذات نفسها عملناها. بس انا بديكوا، احنا كل سنه بنعمل القطايف وبنعمل الكنافه، وكل القنوات بتعمل قطايف الكنافه، بس اللي عنده فكره جديده بيقدمها. انا فكرتي النهارده بالنسبه للقطايف مش هحشيها لا مكسرات ولا زبيب ولا الكلام ده كله، ولا شوكليت ولا كده. انا عندي جبنه اللي هي الكيري او بريزيدون، يعني كيري او بريزيدون، دي غنيه بالقشطه يعني ما فيهاش ملح. تمام، انا هحشيها النهارده بالجبنه الكيري. هفتح كده واحده اهو، تغيير وبتدي طعم كانك انت ايه عاملاها بالقشطه بالظبط. بصوا، هقطعها على ثلاثة علشان القطايف اللي عندي طبعا صغيره. تمام، اه بالشكل الجميل ده. وهبتدي بقى نجيب القطايف بتاعتنا، وهاخد جزء من الجبنه اللي احنا قطعناه واحطه كده، واروح قافله عليها جامد. بصوا، شوف بقى ايه شكلها النهائي وطعمها هيبقى عامل ازاي. الشكل الجميل ده، خلصها ونحمرها بقى ونشوف ايه طعمها مع بعضينا. بصوا حبايبي، القطايف بتاعتي بعد بقى ايه ما خلاص خلصتها وحمرتها وحطيتها في الشربات، بصوا شكلها عامل ازاي. تعالوا بقى ايه ندوقها من جوه، نقول بسم الله كده. بجد رائعه، بصوا خطيره يا جماعه. شايفين الحشوه عامله ازاي؟ الحشوه بقى مع العسل او الشربات، يعني مخليه طعمها خطير جدا، رائع يا جماعه. جربوها بالحشوه دي هتعجبكم جدا جدا. دي كانت فكره من افكار القطايف، يا رب تكون خفيفه وسهله عليكم. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ مباسل. واشوفكم على الف خير ان شاء الله، فيديو سهل وسريع مطبخ مباسل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.